يا أحباب، ولاية أهل البيت والبراءة من أعدائهم أساس في الإيمان. لا يكمل إيمان العبد إلا بولاية محمد وآل محمد والبراءة من أعدائهم. لأني إذا كنتم تفهموا بأن الولاية هي حب آل البيت ومدحهم، هذا لم يختلف عليه اثنان على وجه الأرض. حتى الوهابية الأنجاز ما بقولوش ان احنا بنكره اهل البيت، يقول لك احنا بنحب اهل البيت. كل يدعي حبهم، الكل، ومدحهم قد انتوا شايف ما حدش مدحهم قد الصوفيه. ليه النهار بيمدحوا فيهم ويطبلوا ويمدحوا؟ انما هي المشكله كلها في البراءه من اعدائهم. احنا عندنا كلمه التوحيد مكونه من نفي واثبات، لا اله إلا الله. مولانا أبو عبد الله الصادق سأل أبو حنيفة يقول له: ما قولك في كلمة نصفها كفر ونصفها إيمان؟ قال له: لا معرفش. قال له: لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. كذلك ولاية أهل البيت كون من ركنين أساسيين، ولايتهم والبراءة من أعدائهم. ما تبرأتش من أعدائهم. لو صليت، السنية بيصلوا صلاة طول الليل، يصلوا بيقروا قرآن وأحاديث، ويوم القيامة إلى جهنم وبئس المصير. ليه؟ لأن القاعدة الأساسية يوم القيامة: هل واليت لي وليا أو عاديت لي عدوا؟ هي دي القاعدة الأساسية، أن توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله. بس. وإذا مبدأ يا أحباب، أولا احمدوا الله كثيرا واشكروه أن من عليكم بولاية أمير المؤمنين.